وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات السيد حافظ الحديثي. مرحبا بك سيد حافظ. أهلا وسهلا بكم وبكادة قناة الفرات والأخوة المشاهدين قناة الرافدين. أهلا بك سيد حافظ. بداية لو تطلعنا على آخر تطورات مشهد التظاهرات في بغداد. الحقيقة يعني احنا من خلال 2003 لحد الآن العراق مر في ظروف صعبة من قتل وتهجير وسجون واحتلال أراضي من قبل داعش، كلها سبب هو فساد السياسيين اللي موجودين على هرم السلطة. وهذه الثورة نعتبرها ثورة تشرين، ثورة الشعب اللي وحدت الشعب، واللي هو كانت هي كلمة واحدة بأنه أهم ما فيها هي وحدة الوطن. وكان الدعاء الوحيد أو الطلب الوحيد هو نحن نريد وطن. الوطن. بما ذلك وهذا الثورة اللي طلعت ظهرت إلى العلن، وأهم ما فيها هي وحدة العراق. يعني شوف ماكو بعد أكو اسم سني أو شيعي أو كردي، يعني كان هو قرار فريد ووحيد إلى توحيد الوطن ضد الأحزاب الفاسدة. طيب سيد حافظ، إذا هو المطلب شرعي وهو أن المتظاهرين يطالبون بوطن، وهذا من حقهم لأنهم لا يشعرون بوجود وطن. طيب المتظاهرون وثقوا عمليات إطلاق عناصر أمنية النار على المتظاهرين العزل في بغداد، بما تفسر استمرار استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين رغم تعهدات الحكومة للمجتمع الدولي. مع الأسف يعني نشوف المظاهرين ليش بعد ما عندهم تقوية الحكومة، لأن تصريحات الرؤساء الثلاثة، تصريحات القادة العسكريين بعد من رمي القنابل اليدوية والقنابل الصوتية والغازية، ومع ذلك نشوف الخط الثاني وما يدعون به الجهة الثالثة، وهي معلومة الجهة الثالثة لمن تعود. الجهة الثالثة هي تعود إلى أحزاب وكتل مرتبطة ارتباط وثيق مع جهات إقليمية، وهاي الجهات الإقليمية من يعني مصالحها تنضرب إذا نجحت الثورة في العراق، وأبعاد الفاسدين، لأنه هذول الفاسدين هم اللي دمروا البلد وخلوا مصلحة البلد مصلحة ثانية، والمصلحة الأولى هي المصلحة الإقليمية، خصوصا الدول الإقليمية اللي معروفة. فمع الأسف يعني نشوف الضحايا اللي حاليا وصل إلى 319 شهيد مع حدود 15,000 جريح. يعني هاي كارثة يعني ما أتصور. ومع الأسف نشوف الصمت الإعلامي، وخصوصا الصمت الإعلامي العربي، الجامعة العربية أين هي؟ أين هي من مطالبات الشعب العراقي؟ مع الأسف يعني فعلا هي كارثة. ومع ذلك حتى المنظمات الدولية كانت يعني قراراتهم ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى معروف يعني. طيب سيد حافظ، حول هذه الكارثة ماذا عن الأوضاع الآن في ساحة الخلاني مع تواتر الأنباء عن مهاجمة القوات الحكومية للمتظاهرين في الساحة؟ وهل تأكد استشهاد أحد المتظاهرين في الساحة؟ والله ساحة الخلاني صار لها يومين كر وفر بين المتظاهرين وبين قوات الأمن. نعم راحوا بها ضحايا وراحوا بها مصابين هواية، يعني يومياً يعني شهيد أو شهيدين خلال ساحة الخلاني، ولكن يعني هناك أنباء تتحدث عن سقوط أو استشهاد أحد المتظاهرين، هل لديك أي معلومة حول هذا الموضوع؟ نعم يعني في الساحة تحديداً استشهد يعني من خلال بالساحة الخلاني، مو بس واحد استشهد خلال هاليومين يعني اللي صار فيها كر وفر، حسب معلوماتنا وحسب ما نسمع يعني من 3 إلى 4 من صار كر وفر بين الثوار وبين القوى الأمنية في ساحة الخلاني. فالحكومة تسيطر على ساحة الخلاني وعلى جسر السناك وعلى جسر الأحرار وجسر الشهداء، وتريد تحدد المظاهرات فقط في ساحة التحرير. لذلك استعملت هذا العنف حتى في العذر مالها، العذر بأنه يكون الشوارع مفتوحة وبأنه تكون
الامور تمشي عادي وحتى لا يتاذى الاقتصاد او المواطنين من هذه المظاهرات. فهذا يعني عذر مع الصور، لانه يعني العذر ما شلون يقول. نعم وصلت الفكره، يعني وصلت الفكره. ماكو تجاوب وماكو بعد ثقه بين المواطن العراقي وبين الدوله. نعم، كان معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد الناشط في التظاهرات السيد حافظ الحديثي، شكرا لانضمامك إلينا.